بيصلي باستمرار هناك، وحتى في أعياد ماري جرجس كان بيعمل عيد كبير لماري جرجس، وكان في مئات من المسيحيين من إدفو من القرى المحيطة بيروحوا يصلوا هناك. والأمن كان بيبعت يعني حراسة، وبيبعت عساكر وجنود وأحيانا ضباط ومعترفين بها ان احنا المكان ده بنصلي فيه. وبعدين المكان ده بقى يعني ادم جدا واحتاج الى ترميم، فابونا مكاريوس له اتصالات جيدة بالامن وبالادارة الهندسية في ادفو، ويقدر يستخرج ترخيص باحلال وتجديد للكنيسة. وطلعت الرخصة بالاسم ده، كنيسة ماري جرجس وبالإحلال والتجديد، لأن كانت تداعت بقى كل الجدران والسقف، كل ده تداعى، ودي ما كانش لها مظهر كنيسة خالص، يعني ده بيت واحد. فأبونا أزال البيت ده هو، وابتدى يبني في المبنى الجديد اللي طلعت بيه الرخصة على انه كنيسة. مساحتها 19 في 13، الطول 19 متر في عرض 13 متر، يعني حوالي المساحة الاجمالية 240 متر من الداخل. لما وصل للارتفاعات السقف، ابونا زود في الارتفاعات، ودي حقيقة ان ابونا تشدد وتشجع، لان الامور كانت مستقرة، وعلاقته بالمسلمين في القرية دي علاقة طيبة جدا وفي مودة، والناس كانوا بيشوفوا ابونا وهو بيبني وعمال يرمي خرسانات ويأسس خرسانات ويبني الخرسانات، كانوا يقولوا له الله ينور يا ابونا وشد حيلك، والامور ماشية كويس قوي. لما عالي المبنى وجه العلو في القباب، جه عيد الفطر بالنسبة للمسلمين، فجم ناس اغراب من محافظات تانية للزيارة، لزيارة اقاربهم اهاليهم، قالوا ايه ده، احنا ما شفناش كنيسة في البلد دي قبل كده، ايه اللي طلع الكنيسة دي، دي المفروض ما يبقى في كنيسة. المهم يعني اثاروا الناس زيادة عن اللزوم واستضعفوهم، استضعفوا المسلمين يعني فتحمسهم. المهم يعني ان تدخلت قوات الامن وتدخل الامن وتدخل الادارات. الحقيقة رغم كل المظاهر، لكن لم يمثل مبنى باي اصابة نهائي، وما فيش اي واحد مسيحي يعني اتأذى في شيء على الاطلاق، لا جم ناحية مسيحي ولا جم ناحية بيوت المسيحيين ولا المبنى اللي ابونا بناه واللي يعني في الرخصة باسم الكنيسة. لكن ما كانش فيه لسه ابونا ما كانش حط الصلبان، يعني للأسف ان طلعت اشاعات قوية انهم اجبرونا على ان احنا ننزل الصليب وننزل الجرس وننزل المنارة، ما حصلش الحاجات دي كلها خالص. الصليب كان لسه ما تحطش، المنارة ما كانتش اتبنت، الجرس ما كانش فيه جرس، يعني لغاية دلوقتي لسه ما اشتروش جرس عشان يركبوه هناك. لكن ما اعرفش ليه الاشاعة كانت قوية جدا ان احنا نزلنا الصليب ونزلنا الجرس ونزلنا المنارة، ومنعنا من ان احنا نحط ميكروفونات على الكنيسة، ودي عمرنا ما بنعملها، ما عندناش كنيسة بنحط الميكروفونات عليها خالص. واتهاجمنا بشدة نتيجة هذا الموقف، ومعلش نقدر نقول الله يسامح الناس اللي هاجمونا بدون اساس وبدون ما يسألهم ايه اللي حصل بالظبط. لكن احنا لا الصليب نزل ولا المنارة نزلت ولا جرس نزل ولا احنا ركبنا هورنات ولا اي حاجة. دلوقتي الموقف انه يعني المطلوب ان احنا الارتفاعات اللي زادت من ابونا، وهو ابونا الحقيقة كان يعني
بيفكر ان البلد هادية والمسلمين بيشجعوه، والامن في ذلك الوقت كان بيشجعه برضه. فهو يعني نقدر نقول ان ابونا كان عنده عشم انها تعدي، لكن لظروف الاثارة اللي حصلت من وجات لنا من اماكن تانية، اضطرت الادارة الهندسية انها تطلع وتقيس. يعني قدر يعني نقدر نقول انها اثبتت الارتفاعات دي، وطلبت مننا لتهدئة الناس كلها ان احنا نرجع للارتفاعات القانونية اللي موجودة في الرخصة. لكن هم ما طلبوش بإزالة الكنيسة، ولا طلبوا ولا عملوا اي نوع من الإزاء او الأذية لحد مسيحي او بيوت المسيحيين. البلد هادية جدا، ودلوقتي البلد هادية والمسيحيين في سلام.